بسم الله، مرحبا بكم. معكم إبراهيم محمود مورسي. الفيديو الحالي بعنوان حل المعادلات الرياضية البسيطة والمعقدة والتأكد من الحل، كل ده بخطوة واحدة بسيطة مباشرة. معلومة مهمة وقيمة جدا بنقدمها لأصدقائنا وإخواننا وأيضا لأبنائنا اللي بيتعرضوا طبعا لمادة الرياضيات، سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو حتى الثانوية، معادلات بسيطة أو معادلات معقدة. كل ده هنعرضه، المعلومة إن شاء الله تكون مفيدة في الفيديو الحالي. نبدأ على بركة الله. الفيديو غير متعلق ببرنامج الوورد، ولكن ممكن بعد ما نعرض المعلومة اللي عندنا ننسخ أو ناخد الحل بتاعنا ونضيفه في الوورد ونعدل عليه زي ما احنا عاوزين. تعالى نشوف المعلومة بتاعة النهاردة، ولكن في البداية طبعا بندعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر جرس التنبيهات. أنا هروح هنا لنفترض إن عندي معادلة مثلا، يعني نقول اكس زائد 2 يساوي 6 مثلا. فهروح لموقع هنا اسمه سي واي ماث. شايف انت الكلمة اللي انا بحثت عنها دي؟ سي واي ماث دوت كوم. وهضغط افتح الموقع ده وهكتب المعادلة بتاعتي هنا. انا قلت ايه؟ قلت اكس زائد 2 يساوي 6، بس كده. انا بكتب بالعربي، خلينا نكتب بالانجليزي، اغير لغة الانجليزي. اكس زائد 2 يساوي 5 مثلا. انتر. بص بقى ايه اللي حصل. قال لي اول حاجة احنا هنحذف 2 من كل جانب، من both side. يبقى هحذف 2 من هنا وهحذف 2 من هنا. يبقى طبعا لما هنقص 2 من هنا يبقى اكس بس، والاتنين اللي هنا يبقى 5 ناقص 2، اهي اكس بتساوي 5 ناقص 2. ويبقى الخمسة ناقص اتنين هعمل ايه بقى؟ 5 ناقص 2 هتساوي 3. هبسط الموضوع ده، 5 ناقص 2 دي تبقى ايه؟ تبقى 3. يبقى اشيل الـ5 ناقص 2 دي واكتب مكانها ايه؟ 3. يبقى الاكس بتساوي 3. دي معادلة بسيطة جدا، وفي حاجة اسمها تشيك انسر اللي هو التحقق من الحل. لما اعمل تشيك انسر هيقول لي انا هعوض بقى بالـ3، هضيف هنا بقى اكس زائد 2 يساوي 5، هاخد الـ3 اللي طلعت معايا في الحل اضيفها مكان الاكس. 3 زائد 2 بيساوي 5، يبقى فعلا 3 زائد 2 ب5، وهنا 5 يبقى 5 بتساوي 5، يبقى شيك ده الحل بتاعي كده مظبوط. دي طبعا معادلة بسيطة جدا وسهلة جدا. انا ممكن بقى اخد الكلام ده كده، ماشي، الخطوة الاولى والخطوة الثانية دي، واعمل لهم كوبي كده عادي خالص، كوبي اهو، واروح للوورد وانسخهم هنا، مفيش مشكلة خالص. لاست ظهر لي هنا بقى ايه الخطوة الأولى والخطوة الثانية. دي المعادلة البسيطة. طب خلينا ندخل على معادلة تانية تكون أكثر تعقيدا شوية كده. نروح لهنا وأقول له لا، مش إكس زائد 2 بقى، ده أنا عاوز أقول إكس زائد 2 وهفتح قوس بقى، خد بالك. تعالى نفتح الأقواس بتاعتنا وأقول له إيه؟ 5 في 6، 5 ضرب 6، ماشي. زود عليهم 4 في نفس الأقواس، خد بالك، وبعدين اقفل الأقواس دي، ماشي، وبعدين اقفل الاقواس الناحية التانية، وبعدين زود عليهم كمان 5 مثلا. كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 100. دي معادلة اهي، معادلة متغير واحد صحيح، ولكن يعني او مجهول واحد، ولكن يعني فيها اكتر من خطوة. هضغط انتر، شوف ايه اللي بيحصل. اول حاجة في المعادلة دي لما بناخدها، حتى يعني ابنائنا اللي في سنه رابعه ابتدائي خمسه ابتدائي الكلام ده، اللي بياخدوا ترتيب العمليات الحسابيه والكلام ده، هنا في جمع وطرح وطرح، مفيش طرح، خلينا نضيف طرح، نعمل دي طرح ناقص اهي، ماشي، او خلي الطرح في داخل الاقواس مفيش مشكله خالص، ناقص اهي، واضغط انتر تاني. دي المعادله اللي احنا كتبناها، ايوه دي. اول حاجه الحاجات اللي بين الاقواس لازم اخلصها الاول، تمام. بيقول لي 5 في 6 ناقص 4. طب في عمليتين داخل الأقواس، أخلص إيه الأول؟ أخلص الأول الضرب. 5 في 6 بكام؟ ب30. يبقى دي أول حاجة عاملها، 5 في 6، هو كاتب لي هنا الخطوة اهيت، ماشي، وهنزل كده 5 في 6 ب30، شال كلمة 5 في 6 وضاف مكانها إيه؟ 30. بعد كده ال30 أنا لسه داخل الأقواس هنا، 30 ناقص 4، يبقى 30 ناقص 4 دي الخطوة التانية ب26، يبقى شال الأقواس كلها وحط مكانها كام؟ 26. كده أصبح عندي عملية جمع وضرب وإيه؟ وجمع تاني. طيب أعمل إيه في التلاتة؟ في التلاتة دولت إيه الأول؟ الأول فيهم المقدمة الأقوى فيهم الضرب طبعا الأول، وبعد كده الجمع من اليسار لليمين.
يبقى الضرب الاول وبعدين هجمع وانا ماشي كده ايه جمع او طرح. الضرب 2 في 26 اهو، قال لي انا هضرب 2 في 26 بايه؟ ب 52. يبقى شال المنطقه دي وحط مكانها 52، وبعد كده جمع اكس زائد 52 زائد 5. 52 و5 كام؟ 57. ضفهم هنا اهو، وبعدين يبقى الاكس زائد 57 يساوي 100. هنضيف بقى، هنقص 57 من الطرفين both side، يبقى لما نقص 57 من هنا هيكون ايه؟ هيكون صفر، يعني اكس بس من غير حاجه خالص، ويساوي 100 ناقص ايه؟ 100 ناقص 57. 100 ناقص 57 بكام؟ ب 43. كده احنا وصلنا ان الاكس بكام؟ ب 43. ودي الحل، ده الحل المباشر المثالي طبعا. طيب في هنا برضه تشيك انسر، يعني التحقق من الحل. هنشيل الاكس ونضيف مكانها ايه؟ 43، ونعوض اللي هو التعويض ده. ماشي، تعالى نتحقق من الكلام ده. تشيك انسر هيجيب لي الخطوات معكوسه طبعا، هيعوض مكان الاكس ب 43، ونشيل الاكس ونضيف مكانها 43. وطبعا دي الخطوات، هنا اول خطوه هي تشال الاكس وضاف 43، وبعدين راح للاقواس الاول 5 في 6. داخل الاقواس فيه عمليتين، عمليه ضرب وعمليه ايه؟ طرح. بيبدا بالضرب لان الضرب اقوى، الضرب والقسمه اقوى من الجمع والطرح طبعا في المرتبه بتاعتهم، مرتبه ترتيب العمليات. ولو في جمع وطرح في نفس المستوى يعني، فبيبدا بايه؟ لا مش الجمع ولا الطرح، ده بيبدا من اليسار لليمين، من اتجاه المساله طبعا. في حاله اللغه الانجليزيه بدا من هنا من اليسار لليمين، لو هي مكتوبه باللغه العربيه يبقى من اليمين لليسار. تمام، يبقى اول حاجه عوض بالاكس اهوت، 43 زائد 2 في 5 في 6 ناقص 4. طبعا عوض ال 5 في 6 الاول ب 30 اهيت، وبعدين عمل اللي داخل الاقواس لسه في المنطقه دي ماشي، فبدا ان هو 30 ناقص 4 يبقوا كام؟ يبقوا 26. شال كل الاقواس وحط مكانها 26. بعد كده ظهر عندي جمع وضرب وجمع تاني، الاقوى فيهم الضرب، يبقى اضرب 2 في 26 ب 52 اهوت. دي الخطوه اللي بعد كده رقم 4. شال العملية دي وضاف مكانها 52، وبعدين جمع بقى ده زائد ده زائد ده، طلعوا 95 و5 يبقى 100. يبقى كده 100 في اليمين بيساوي 100 في اليسار، اللي هو الطرفين كده متساويين، وده اللي احنا وصلنا له كده. تم التحقق شيك ده من الانسر بتاعتنا او الاجابة بتاعتنا. بنفس الطريقة ممكن احدد كل الخطوات دي، المسألة بتاعتي من أول خطوة لآخر خطوة، كليك يمين وأقول له انسخ وأروح للوورد، وأقول له يعني يا وورد لو سمحت اعمل لي لصق للخطوات بتاعتي، ودي الخطوات هي ممكن إيه يعني نستدعيها للوورد. وطبعا خلاص هي ما وصلت في الوورد بقى، ممكن أعمل لها تنسيقات وأغير في الفونت والكلام ده كله. دي المعلومة اللي حاولت أشارك بيها في الفيديو الحالي، يا رب تكون معلومة مفيدة ونافعة، وأكون وفقت في عرضها. الموقع ده اسمه CYMath، موقع جميل، ومش بس المعادلات البسيطة جدا اللي أنا عرضتها دي، ده بس كنموذج كده، ولكن ممكن حضرتك يعني تجرب بنفسك وتشوف الشغل ده رائع رائع رائع، وإن شاء الله يساعدنا ويساعد أبنائنا ويساعد إخواتنا اللي يعني بيتعرضوا لمسائل الرياضيات وحلها والمعادلات، مجهول واحد واثنين مجهول وغيرها والحاجات المعقدة دي. شكرا لمشاهدتكم، وإلى لقاء قريب. متنساش تعمل مشاركة للفيديوهات واكتب لنا في التعليقات، بنسعد جدا لما بنقرأ اسم حضرتك في التعليقات والتواصل الطيب مع حضراتكم. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.